اختلفت خطابات مترشحي المحليات وتعددت، كل حزب يعرض برنامجه ويحاول إقناع الناخبين بالتصويت لها. وبعيدا عن وعود المترشحين، ماذا ينتظر المواطن الجزائري من هؤلاء؟ هو موضوعنا اليوم لعدد جديد من برنامج صوت البلاد، تابعوا معنا. اولا المواطن الجزائري واش يستنى من الناس اللي راهم دخلوا في الانتخابات؟ هي التنميه المحليه، يعني هو ان يغير وجه البلديه اللي راه فيه من الأسوأ الى الاحسن. هذه هي المهمه تاعو الاولانيه، ويكونوا قادرين لها ناس تكون عندهم كفاءه، تكون عندهم مستوى، تكون عندهم اراده، ويكون العمل للمواطن هو الهدف الاولاني، ماشي العمل لنفسه والجماعه تاعو هو الهدف الاول. الا كان يخدم بصدق وبإخلاص، ولازم يكون المستوى، ولازم تكون الكفاءة، ويكونوا البرامج، ويكونوا صح يحركوا التنمية المحلية على مستوى البلديات. هذاك النهار نقولوا باللي البلديات راهي خرجت وبدات تخدم في المجتمع. انا نستنى منهم كيما راهم يخرجوا سوغ لو تيغان ميتنون، راهم يقولوا حنايا وحنايا وحنايا، اون فوا كي سون دون لو بوست يقولوا لي جون سو ديشيغ ا كات جوست بور لي ريسيفوار. حنا نقول لهم يا ودي كيما توفوا بالكلمة تاعكم، سي دوما نكونوا بريزيدون دو لا بي سي دو اجي سونتر ولا دو سيبا، كيما يكونوا في الموعد كيما يكونوا في التيرا، باسكو اون فوا هنايا يهضروا بلا 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 بلا، اون فوا الداخل ما كاشو اي روسوا سورتو لي شغل اون بروبريتي بريفي. ما كان والو، بالك قبل 5 سنين ما كان والو، كل عام كل 5 سنين يجوا يقولوا نعطوكم نديروا لكم، ما كان والو. نتمناو التغيير على كل حال، ما كما يقولوا حنايا في المياه كاين وكاين. حنا رانا نشوفوا على مستوى كما يقولوا القطر الجزائري، كاين ميار خدموا، كاين اللي ما خدموش. ما ناخذوش هذاك ليكزومبل تاع اللي ما خدموش، باسكو كاين اللي يروح يدخل باش يخدم، يقدر للمسؤوليه، بصح هذوك اللي ما يقدروش المسؤوليه، علاش يروحوا يدخلوا ومن بعد واش يدير؟ البودجي تاع البلديه يقول لك اللي ما ديباسيش 50 مليون، البلديه ما يقدرش يمشيه، ما يبوسيش ما عند الدائره. صافي خدمته وشنو؟ يخاف المسؤوليه بصح يحبها. حنا نتمناو كاين ناس اكفاء كما يقولوا عندهم كما يقولوا طموح سياسي وعندهم استراتيجي باش يسيروا ويقدروا يغيروا. علاش يغيروا؟ باسكو يقدروا لها. تروح نقول له دوك جو حزب دوك يعاونونا، كان نفوتهم معكم من هنا. يا خويا تروح عند المير تعاوني من هنا، على الاخر تروح عنده وبعد يخلق الباب كاع. يجي النهار الاول يجي يسلم عليك ومن هنا يبوسك من هنا، على الاخر ما كان والو. يا خويا عاونتك عاوني خويا. انا نوجه لهم رساله باسكو هذه امانه راهم تقبلوا يحاكموها، والامانه هذه دابري واش راني نشوف انا حياتي كاع مفوطي، ما كاين والو، وناس ماشي تاع ميدان. المترشحين والله للاسف الشديد لا يستطيع حتى ان يسير اسرته، فكيف يسير بلدية من أكثر من 50,000 فرد؟ لأن البلدية ليس الشيء السهل، أنه شيء عظيم وأنها مسؤولية. والمواطن ماذا يريد؟ المواطن يريد أن عندما تكون الحياة يشعر بضيق، أين يتجه المواطن؟ لا بد أن يتجه إلى البلدية. والبلدية ماذا يجد؟ لا بد أن يجد رئيس البلدية، لابد ان يجد الابواب مفتوحه. انا نطلب منهم اللي ما ينجمش يخدم يروح يخلي الناس اللي تخدم. يا دي جون كي فول طرافاي، والناس لازم واحد باش يدير مير يكون يعرف الخدمه، يجوز يشوف واش يخص. نعرف انا نعرف واش ندير، نعرف نشوف كارلاج يتنحى كذا وكذا، ندير خريطه تاع الجي في البيرو، نجيب لي هذوك لي زادجوان نفهمهم انا. لازم حسن التسيير، واحد اللي ما عندوش حسن التسيير ماشي موالف يخدم، عمره ما ينجم يخدم البلاد. ومن بعد يدور يلقى بيرو، يلقى لي سكرتير، يلقى الدنيا تتبدل عليه، يكون لتحت كاع ما على بالوش، يجي تبدل عليه الدنيا. بإذن الله كلش بربي،
بالك ربما يشدوا بكلمتهم بالك ربي كعادية. انا نطلب رساله نطلب الصلاة يكونوا في الناجح. واش يطلب الشعب هذاك هو؟ ان شاء الله يوفوا بالكلمه تاعهم ما يولوش اللور. ولا اللور لازم الشعب يدور عليهم. البلديه هي المرفق الاول في الدول كامله، لا تحركت البلديه تحرك المجتمع وتحركت الدوله. لان هذا هو العمل القاعدي اللي يستفاد منه المواطن، لان المواطن كي يدور في البلديه تاعو يلقى كل الامور راهي في بلاصتها، المواطن يكون فرحان. نعم سيدي، وجه لهم من فضلك رساله مباشره. أنا نقول لهم الإنسان، شوف نقول لهم الإنسان يخدم بصدق وإخلاص ويوظف الناس تاع الكفاءات اللي راهم موجودين على مستوى البلدية، ما ماهمش هما موجودين في القوائم الانتخابات، كاين كفاءات على مستوى البلدية يقدر يستفاد منها رئيس البلدية ويقدروا يستفادوا منها المنتخبين ويقدروا هادو الناس يقدموا لهم صح برامج ويقدموا لهم حلول للكثير من المشاكل اللي راهي موجودة على مستوى البلديات. قل لي سيدي، انت كمواطن جزائري واش تستنى من هذوما المترشحين تاع الانتخابات المحليه؟ انا شخصيا ما نستنى منهم والو، هذه وحده، خاطر لو كان نستنى منهم كنت نستنى من الاولين. الاولين ما كان والو، كيف حبيتي الاخرين ما كان، الاولين اللي كان المال ما كان والو، وذوك اللي ما كانش المال واش تستنى منهم؟ وجه لهم رساله مبشره. واش المهم سالين؟ يعني هما دائما يقعدوا دوكا في الحمله تاعهم راهم الوعود ومن تك. هما شوفي هذه الحملات ديما فيهم العهود فيهم الكذب. انا متسنى ما كان والو، خاطر شفناهم في كل عام يديرونا هكذا، بصح ما كان والو، الطريق مكسرين، الحاجه كل حاجه ما يخدموش الخدمه تاعهم. المير هذو خمس سنين ما تشوفوهش، بصح قاعد. واش تتمنى انت يا ها؟ واش تتمنى؟ يا خويا نتمنى واحد اللي يخدم كل خير ويجيب بركته، هذا ما كان. شنو نقول لهم يا خويا دوك هما يخدموا الخدمه تاعهم نورمال وخلاص. احنا وجهنا عدة رسائل في السنوات الماضية، ولكن انا اريد ان اوجه رسالة، واعرف ان هذه الرسالة لا يستطيع ان يعمل بها المترشحون، لانها رسالة ليس نقول رسالة كبيرة ولا رسالة سهلة. نتمنوا انهم نتمنوا الرسالة الاولى، نتمنى المترشح ان يجعل الابواب مفتوحة، لأن المواطن الجزائري عندما تكون الأبواب مفتوحة يعرف أن عندما يذهب إلى رئيس لا يستطيع، ما يقدرش يدلوه شي حب مي، لازم يسمعوا، ترتاح الحالة النفسية تاعو، يكون المواطن مرتاح. أنا ما نستنى والو، نستنى بالك يسقموها ولا إن شاء الله يعقب الفوط مليح وإن شاء الله يسقموها، ما نقول لهم والو، إن شاء الله اللي حكمة يديروا فيه ثقة إن شاء الله ويخدموها ويسقموها مليح. والله العظيم اختي نستناو من المرة تاع الانتخابات هذوما، ماذا بينا يفرحونا، ماشي شاك فوا شاك عام يقول لك ترشحوا لنا وانتخبوا علينا، احنا ننتخبوا عليهم شغل بوريا. انا واحد كل كمواطن جزائري ما نقدرش ننتخب عليه، باسكو علاش؟ واش رانا عايشين واش رانا نشوف ليه بزاف؟ درك رانا من 2000 وحنا ننتخبوا ما شفنا والو، رانا مواطنين رانا نسوفريو، تروح تقرا ما اناش متولينها تخدم ما راكش مع سوري، شغل كيما درنا حصلنا في البلاد هذه. نوجه لهم رساله، نتمنى لهم ان شاء الله معليش حنا نفوتيو عليكم، مي يفرحوا البلاد نتاعنا وفرحوا المواطنين الجزائريين. هذا هو الشباب، وخاصه الشباب هذو اللي راهم ضايعين كاع، اللي راهم يهربوا من البلاد هذيا. ماذا بينا رانا شعب جزائريين ومسلمين، ماذا بينا نخدموا في بلادنا خير من نخدموا في بلاد الناس.